بسم الله الرحمن الرحيم. احبائي الكرام، محبي وعاشقي كرة القدم في كل مكان، طيب الله اوقاتكم بالخير. محمد الجمال اصحابكم في جولة هنا من ملعب نادي الجمارك، حيث الدورة الرمضانية للعام الثاني هنا في معقل كرة القدم. طبعا الدورة الثانية على التوالي، رجال الجمارك الاجلاء حراس عرين الوطن برا وبحرا وجوا هنا في امسية قروية هي الاروع وهي الاجمل. النهاردة اللقاء ما بين مطار ثلاثة وفريق الدعم الاداري، مباراة ان شاء الله اولى الهجمات لفريق الدعم الاداري، فريق متمكن عنده قدرات حلوة، كرة واحدة والتانية يا ولد لعيب واستلامة، لكن ترجع لرقم 11 لاعب فريق مطار ثلاثة اللي بيضغط في هذه الاثناء لاعب الدعم الاداري وطلع كرة وتبقى ركلة تماس. الكرة في وسط الملعب عند رقم 17 اللي بيحاول يوسع لنفسه، تتخطف طبعا بالعد ويفوت، لكن توصل سهلة في ايد حارس المرمى. ما ننساش مخرجنا الجميل الكابتن مجدي سليمان والمركز الاعلامي الاستاذ محمد جادو اللي بينقل لنا احداث هذا اللقاء على صفحه نادي الجمارك. حلوه الكوره عند الدعم الاداري، واحده والثانيه، اللعيب ده خطر جدا، بيعدي ويفوت ويوسع على صوبه. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، تسديده روعه الروعه، لكن الحارس يرتدي قفاز الاجاده ويمسك الكوره، توزيعه جيده في قلب الملعب، واحده والثانيه استلامه، يا ولد لعيب يوسع لنفسه، يا عيني على جمال ووبا. يا ولد ترجع مره ثانيه الدعم الاداري، توزيعه جيده عند خالد يقطعها منه عند جمال يعدي ويفوت يوسع لنفسه وحط العرضيه، لكن فين يا حبيبي فين، تطلع في وسط الملعب مره ثانيه، ضغط وتطلع وتبقى لسه. لا والله يحتسب حكم اللقاء ركله تماس لمصلحه فريق الدعم الاداري. الكل بيبحث جاهدا عن تحقيق ثلاث نقاط، طبعا متفوق في اللقاء الاول الدعم الاداري بست اهداف لا شيء، حتى الان لسه لم يلعب فريق مطار ثلاثة. الكل بيبحث عن ثلاث نقاط هي الاجدى، هذا حق مشروع، لكن هذا الحق لا ياتي الا بالجهد والعرق داخل البساط الاخضر، يا ترى هيقدمونا ايه؟ ولكن الاهم من الفوز والانتصار هي عايزين نسمو بالروح العاليه والاخلاق الحميده داخل الملعب وخارج الملعب، لان في الاول وفي الاخر احنا زملاء، اهم حاجه سلامه بعض باذن الله. عند رقم 7 حلوه الكوره، تغيير اتجاه مره ثانيه، توسيعه في القلب، استلامه جيده، هيعمل ايه رقم 17؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يحط واحده تمر بجوار القائم الايمن لحارس المرمى بحوالي يارد الا ربع تقريبا. يا ولد يا لعيب، مره ثانيه عند جمال اللي بيغير اتجاهاته من اقصى اليسار لاقصى اليمين في اقل من ثانيه. جمال مره ثانيه بيعدي ويفوت، حلوه على يمينه فاضي بالفعل يعدي، لا والله بيخترق بالقلب وعايز يسدد. ايه ده ايه ده، مش ممكن، واحده والثانيه ولسه عند خالد، لكن ترجع لحارس المرمى الدعم الاداري مره ثانيه، عامل مباراه روعه الروعه حتى الان، ترجع لمطار ثلاثه في وسط الملعب، يا ولد يا لعيب، يعدي ويفوت باختراقه، هيعمل ايه؟ لازم حد يسند عليه، بيديها لحارس المرمى كده اي حاجه، ما فيهاش اي كلام، ترجع ثاني في وسط الملعب، الدعم الاداري، واحده والثانيه، يعدي ويفوت، هو جول، جول. جول طرف الهوى شاشي، وانت ما تدراش باليمين ماشي بالشمال ماشي، يا جماله بيمينه حطها له. خالد لعيب كبير وعنده امكانيات ومهارات، لكن بص على اللعبه من الاول، بص على الصناعه، بص على الجمال، بص على روعه الهدف، بص على النتيجه، واحد لا شيء لمصلحه الدعم الاداري. جمال العب هات وخد عشان ما تتعبش، انت تتعود. حسبت ولا ما اتحسبتش؟ مرة ثانية نعود لنقطة البداية، كابتن احمد ابو بكر رقم 9 على تنفيذ ضربة البداية، بتلعب سريعة مرة ثانية،
واحده والثانيه عند مطار اثنين، يرجع الكره للخلف عند حارس المرمى عند رقم 6، تغيير الاتجاه من اقصى اليسار لاقصى اليمين، بيحاولوا يجدوا حلول، يدوروا على مفاتيح اللعب تطلع وتبقى ركله تماس، ركله تماس لمصلحه فريق الدعم الاداري يحتسبها الكبير. محمد اللي معاه عربيه ام جي واقفه بس ايه عليه حاجه على العربيات كاتب عليه. خش يا جماعه هيثم بقى فصل الكهرباء اشتغل اهو مرة ثانية كرة مع الدعم الإداري ركلة تماس تتلعب سريعة تغيير الاتجاه عند جمال أحد مفاتيح اللعب أحد الركائز الأساسية والعناصر الهامة في أحداث اللقاء بعد تسديدة روعة الروعة لكن حارس المرمى بيلاقيها في ايديه ترجع مرة ثانية عند مطار اثنين وضغط من جمال وياخد رقم 6 ضربة حرة مباشرة يحتسبها حكم اللقاء كابتننا الكبير الكابتن عفيفي من أحد مرة ثانية يا عم ثلاثة مش اللي معاك ارفع ثواني ارفع ثواني تريزيجيه مطار ثلاثة ضربة ركنية كابتن احمد ابو بكر على تنفيذ الركله الركنيه تتلعب سريعه جمال يقطعها يعدي ويفوت جمال لعيب مهاري عنده امكانيات لكن عملوا عليه شبكه ويقطعوا منه الكوره يتحط في وسط الملعب مره ثانيه وقع تسديده لكن تخبط وترجع مره ثانيه يا ولد يا لعيب حلوه الكوره يسيطر على كورته وعدوا في دوبه يا ولد يا ولد حارس المرمى في الزمان والمكان واحده هنا واحده هنا حلوه الماتش حلوه الكوره حلوه الجمال ركلة تماس لمصلحة فريق مطار ثلاثة كابتن احمد ابو بكر اللي بيرجع الكرة للخلف من ركلة التماس في وسط الملعب لسه فريق مطار ثلاثة ما فتحش ملعبه بيجد بيدور على حل من الحلول عشان يقدر يفتح مساحات للتصويبات وطبعا هي احد الحلول اللي يقدر يوصل منها للمرمى مرة تانية عند مطار ثلاثة الدعم الاداري يقطع الكورة الدعم الاداري عامل شبكة عنكبوتية في الدفاع محدش لسه قادر لكن بره الملعب تماما محدش قادر يفك الطلاسم والالغاز اللي موجودة في دفاعات الدعم الاداري حتى الان لسه ما اهتزتش شباكهم حد يضرب جمال بالطوبة من بره عشان خد دي ركلة مرمى لمصلحة فريق مطار ثلاثة لا ولا ده ركلة تماس ضربة مرمى تتلعب سريعة عند مطار ثلاثة واحدة والتانية في قلب الدفاعات لسه ما فيش حلول لسه الاختراقات الانياب الحقيقية ما ظهرتش الفريق مطار ثلاثة حتى الان مرة تانية عند حارس المرمى اللي بيقوم بالزيادة العددية ويلعب كرة طولية لكن تطول وتطلع وتبقى ضربة مرمى لمصلحة فريق الدعم الاداري الدعم الاداري عند حارس المرمى بيبدا الهجمه وطالع عشان يعمل الزياده العدديه اطلع يا محمد بيدور طبعا على ثغره عشان يقدر يدي الكوره فعلا لقى جمال اللي بيلاقيه في كل حته يوقف على كورته جمال يحاول يعدي ويفوت جمال يعدي بخطره يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب تسديده روعه الروعه تمر بجوار القائم الايمن لحارس المرمى بحوالي يارده تقريبا تسديده قويه من جمال لكن تمر مرور الكرام الحمد لله بردا وسلاما على مرمى فريق مطار ثلاثه حتى الان اللي متاخر بهدف امام فريق الدعم الاداري في مباراه روعه الروعه الدوره الرمضانيه شهر رمضان الكريم الاجواء الجميله اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات الكابتن احمد ابو بكر اللي بيعدي ويفوت لكن ضغط عليه من الدفاع بيقطع كورته وتبقى ركله تماس لمصلحه فريق مطار ثلاثه تتلعب سريعه واحده والثانيه يا ولد يا لعيب الدعم الاداري حلوه عند خالد يا جماله خالد
يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله بيمينه حط عين روعه والجمال ده هدف عالمي 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 باقدام ذهبيه خالد عامل للمعجزات هدفين في احداث هذا اللقاء روعه الروعه الدعم الاداري متقدم بهدفين على فريق مطار 3 حتى الان في مباراه هي الاجدى وهي الاروع نتمنى ان تسود روح المحبه والسماحه وروح الاخوه هنا في ملعب نادي الجمارك وان تمر بسلام باذن الله مره ثانيه لكن حكم اللقاء بيصفر بيقول لمسه يد على فريق الدعم الاداري ترجع مره ثانيه لرقم 8 من اقصى اليسار ليرجعها لحارس المرمى كده عشان يفتح لنفسه مساحه حارس المرمى بيقوم بالزيادة العددية وبيحط واحدة في وسط الملعب لكن جمال يقطعها مرة تانية جمال لعيب سريع وعنده مهارات جمال جمال اوبا يا ولد يا ولد ما ربطتش ما ظبطتش لو ظبط معاك ادات في الجول حلوة 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 النهاردة لاعبين مزعجين جمال وخالد الحقيقة عاملين مباراة روعة الروعة الكرة عند مطار 3 تعدي وتفوت تتقطع مرة تانية للدعم الإداري في وسط الملعب جمال جمال وعلى يمينه خالد واحده والتانيه وهوبا تخبط وتبقى ضربه ركنيه ضربه ركنيه مش ممكن مش ممكن اللي بيحصل النهارده مباراه جميله مع عدسات مخرجنا الجميل الكابتن مجدي سليمان المركز الاعلامي استاذنا الجليل الاستاذ محمد كادو حكمنا الكبير الكابتن احمد ابو رحاب في الخارج اللي بيراقب والشكر كل الشكر والتحيه للساده الزملاء طبعا موظفي مصلحه الجمارك المصريه الاجلاء على الحضور الجيد والمشرف هنا في معهد كره القدم في نادي الجمارك حلوه الكره عند خالد مره ثانيه واحده ثانيه تعدي وتروح لكن تطلع وتبقى ركله تماس ركله تماس للدعم الاداري ومصلحة فريق مطار 3 اللي ابتدى يتراجع نوعا ما كرة في وسط الملعب عند رقم 8 اللي بيحط واحدة كده روعة لكن فيه تعالوا العرضة بيرضى تقريبا وتبقى ركلة مرمى لمصلحة فريق الدعم الإداري تتلعب ضربة المرمى سريعة حلوة جمال والجول حلوة خالد والجول هي دي هي دي لكن تخبط وتطلع حارس المرمى قافل عليه زاوية التمرير وتبقى ركلة ركنية مرة تانية توصل في وسط الملعب عند الدعم الإداري تطلع وتبقى ركلة تماس لمصلحة فريق مطار 3 كابتن أحمد أبو بكر على مهله كده يحط واحدة حلوة عند الكابتن خالد خالد احمد ابو بكر يا ولد يا لعيب تمريره في وسط الملعب ابو بكر مره ثانيه عايز يعدي ويفوت بمر ويعدي لكن يا سلام حلوه 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 جمال هايل جمال يقطع الكوره جمال جمال والكابتن احمد ابو بكر يقطعها مره ثانيه مطار 3 يعدي ويفوت لو عدت كانت هتبقى خطيره تتلعب سريعه هناك عند خالد خالد لكن يا سلام على الكابتن احمد يوسف لكن معاه لمسه يد وشوف حكم اللقاء هيحسبها ايه اولى الكرة الصفراء اولى فعلا بالفعل بالفعل كلام سليم كلام مظبوط وبيطبق على الكلام ده كابتننا الكبير الكابتن احمد ابو رحاب جاي بيقول فعلا تستحق الكارت الاصفر قرار سليم من كابتننا الكابتن عفيفي رقم كابتن خالد على التسديد هيعمل ايه يلعب واحده كده وباها فوق لكن كرة جميلة جميلة فوق مرمى احمد يوسف تعدي بس يا سلام عليه هايل 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 مرة تانية عند خالد اللي يعمل واحدة بعيدة لكن الفكرة في الفكرة طبعا جميلة عايز يحط واحدة كده تاكلينج في طبعا واحدة لوب كده والمرمى فاضي لكن ما ظبطتش تطلع تبقى ضربة مرمى لمصلحة فريق مطار 3 ترجع مرة تانية للدعم الإداري اللي بيعدي من واحد والتاني يرجع كرة لخلف الجمال جمال ومعاه خالد جمال وخالد يحطها لخالد لكن ما ظبطش اتاخر عليه تطلع وتبقى ركله مرمى ركله مرمى كابتن محمد يوسف محمد يوسف يلعب الكره البينيه في وسط الملعب الدعم الاداري يقطع مره ثانيه عند جمال 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 يعدي ويفوت يا ولد يا لعيب حلوه حلوه تسديده لكن بعيده 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 لاعب لعيب مزعج لاعب مزعج الحقيقه يا ابني بتنفض هنك يا ابني العب مع الناس ركله مرمى لمصلحه فريق مطار 3 المباراة حتى الآن واخدة طابع الهدوء بعد الهدفين اللي حاصل فريق الدعم الإداري يا ترى هيقدمونا إيه في أحداث هذا اللقاء مرة تانية كابتن أحمد أبو بكر ترجع عند جمال مرة تانية في الدعم الإداري
حلوه يحط الكره البينيه مره تانية واحده والتانية. يا ولد لعيب عايز يسدد تسديده لكن فين فين يا حبيبي فين تمر وتطلع وتبقى ضربه مرمى لمصلحه فريق مطار ثلاثة. كابتن محمد يوسف يلعب الكره البينيه طبعا الدفاع بيدور لسه. شوف كابتن هنا هنا الهجوم منين. شوف خالد بيهاجم منين بيهاجم منين من منطقه الجزاء. ترجع عند جمال مره تانية حلوه يعدي ويفوت. يا ولد يا لعيب خلق لنفسه مساحه حلوه هي دي هي دي هي دي لكن تخبط وتطلع وتبقى ضربه مرمى ضربه ركنيه لمصلحه فريق الدعم الاداري. ضربه ركنيه خالد على التنفيذ تتلعب سريعه تخبط وتبقى ركله التماس. ومع صافرة نهاية الشوط الأول على أمل أن نلقاكم في الشوط الثاني. نترككم في رعاية الله وأمنه. كان معكم محمد الجمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير على طول ولا في راحة؟ دقيقتين نقصر يعني؟ دقيقتين نقصر يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم احبائي الكرام مره ثانيه نعود سريعا لمجريات امور اللقاء اللي احداث اللقاء اللي بيدور ما بين الدعم الاداري وفريق مطار ثلاثة. الدعم الاداري اللي ما حضرش اللقاء من الاول متقدم على فريق مطار ثلاثة بهدفين مقابل لا شيء. طبعا بنتمنى ان احنا نشوف شوط ثاني جيد شوط ثاني روعه الروعه ان شاء الله. الكره حلوه مع الدعم الاداري تجربه هجوز الكره حلوه مع الدعم الاداري تجربه هجوز هو جول جول جول. لسه بنقول نتمنى ان النتيجه تتغير ولكن الدعم الاداري بيفاجئنا بقذيفه مدفعيه من اقدام احد لاعبي الدعم الاداري عشان يسجل الهدف الثالث ثلاثيه في مرمى مطار ثلاثة. مطار ثلاثة يستقبل ثلاثة مش ممكن مش ممكن حتى الان لقاء جيد ولقاء مع ضربه حره مباشره لمصلحه فريق مطار ثلاثة. ضربة حرة مباشرة من مكان جيد ان شاء الله سليمة باذن الله سلامات اهم حاجة سلامة الزملاء وشايف الروح الرياضية. فريق الدعم الاداري طبعا بيلتم على بكرة تعبيه حول اللاعب اللي مصاب للاطمئنان على سلامته الحمد لله قام بالسلامة. مرة تانية بترجع الكورة حلو عايز شوط اوبا مش ممكن مش ممكن ما ظبط. كانت والله هتعمل كانت هتعمل تغيير كانت هتحدث تغيير في احداث هذا اللقاء ولكن ترجع مره ثانيه الكوره للدعم الاداري واحده والثانيه. يا ولد يا لعيب يعدي ويفوت لعيب جيد جدا لكن معاه ضغط وضربه حره مباشره لمصلحه فريق الدعم الاداري. عرسات مخرجي اللقاء كابتن مجدي سليمان والمركز الاعلامي الاستاذ محمد جادو ومراقب المباراه كابتن احمد ابو رحاب وحكم اللقاء كابتن الكبير كابتن عفيفي. والشكر كل الشكر للساده الزملاء اللي حاضرين بيأزروا زملائهم في الادارات لمصلحه الجمارك المصريه. والشكر كل الشكر للاعبين اللي طبعا مشاركين في احداث هذه الدوره الدوره الرمضانيه السريه هنا في معقل كره القدم في نادي الجمارك. مره ثانيه كره عند رقم 10 عند مطار ثلاثه باصه والثانيه بيبدا كده من الخلف حاول طبعا التغييرات عايز يدعم الفريق. يا ولد يا لعيب تمريره جيده عايز يحط واحده هناك اقصى اليسار وتسديده لكن فين؟ يحط واحده هناك اقصى اليسار وتسديده لكن فين؟ جول. مش ممكن مش ممكن هدف ايه والله انا ما شفتها كره زي الصاروخ طالعه تمر كده يا دوب يا دوب يا دوب على يسار الحارس عشان تبقى ثلاث اهداف مقابل هدف لمصلحه فريق الدعم الاداري امام فريق مطار ثلاثة حتى الان. نعود لنقطه البدايه عند الدعم الاداري مره ثانيه ترجع للخلف عند حارس المرمى على مهله كده بيلعب الكره عند جمال. جمال اللي كان طلع ونزل تاني جمال جمال يلعبها هناك اقصى اليسار تماما ترجع لكن الراجل اللي نزل ده رقم 10 احدث تغيير فعلا في فريق مطار ثلاثة. هجمه خطيره جدا واحده والثانيه يا ولد العيب لسه خطيره تخبط وتطلع والحكم ما فيهوش اي حاجه بتلعب على طول عند رقم 11 اللي عايز يعمل واحده سريعه لكن الحارس يرجع وياخد مكانه ويمسك كورته يبدا من عند جمال مره ثانيه. طبعا مفيش اعتراض على قرار الحكم لا قرار بعد قرار الحكم حتى لو كان
حلو الكرة مع التاكلينج روعة الروعة يا ولد يا لعيب. طلع الكرة تبقى ركلة تماس. كابتن تامر قاسم طبعا لما نزل احدث تغيير تماما في فريق مطار ثلاثة. ان شاء الله بنتمنى ان هذا التغيير يكون له. حلوة الكرة عند الدعم الاداري مع تسديدة تخبط وتطلع وتبقى ركلة مرمى لمصلحة فريق مطار ثلاثة. كابتن احمد الوقت اللي طبعا بدأ بيه بالشوط الثاني كحارس مرمى يلعب الكرة الاقصى اليسار تماما بيدور على صغرة من اليسار لليمين. حلوة الكرة مع استلامة يرجعها لحارس المرمى طبعا بيزيد عشان يعمل الكثافة العددية. يا سلام يا سلام على كابتن تامر اسمي يا ولد يا لعيب. حلوة الكورة يحطها ترجع لخالد مرة تانية. اوبا مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن العارضة بتلعب معاه. لا 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 يا حظك يا حظك. ترجع مرة تانية شوطة قوية جدا من مطار ثلاثة لكن تعلى العارضة بيرضى تقريبا وتبقى ركلة مرمى لمصلحة فريق الدعم الإداري. ركلة مرمى في وسط الملعب عند جمال. جمال يلعب البينية عند خالد. خالد متزد اوبا عند جمال. جمال يلعب البينية عند خالد. خالد متزد اوبا جول جول جول. يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب. هايل هايل رباعية 100% مطار ثلاثة والدعم الاداري مباراة عالمية. هدف هنا هدف روعة الروعة باقدام خالد. الهدف الثالث هاتريك لهذا النجم الكبير في احداث هذا اللقاء. نرجع مرة تانية لنقطة البداية لفريق مطار ثلاثة. تتلعب سريعة واحدة والتانية قلب الدفاع بيحطها في الوسط. ترجع مرة تانية عند خالد اللي واقف كده بيتصيد اخطاء المدافعين وتسديدة صاروخ تعلى العارضة بحوالي 2 ياردة تقريبا وتبقى ركلة مرمى لمصلحة فريق مطار ثلاثة. 4-1 كابتن احمد ابو بكر يلعب الكرة البينية. يلعب الكرة الطولية هناك عشان خاطر يفتح لنفسه مساحة. لسه لعيب ما لحقش ما ظبطش مع الكرة وتطلع وتبقى ركلة تماس. ركلة تماس للدعم الإداري. نتيجة حتى الآن 4-1 لمصلحة الدعم الإداري أمام مطار 3-1. حلو عايز يعمل العرضية. العرضية فين؟ العرضية فين؟ أوبا 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 جول جول جول. العرضية فين؟ العرضية فين؟ أوبا 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 جول 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 جول. خماسية 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 5-5 عليك الدعم الإداري. هايل هايل هايل. فريق متميز فريق متمكن حتى الآن في اللقاءين اللي طبعا قابل فيهم نادي الجمارك واللقاء الثاني النهاردة مع مطار 3. الدعم الإداري حاجة تانية الحقيقة. فريق جيد توليفة جيدة عاملين تناغم ما بينهم ما بين بعض داخل الملعب حاجة جميلة ما شاء الله. مطار 3 النهاردة يا ترى هيعتمدنا إيه؟ يا ترى هيرجع لمجريات الأمور ولا لأ؟ مرة تانية كرة عند كابتن تامر بيلعب الكرة البينية عند رقم 11 لتخبط وتطلع وتبقى ركلة تماس لمصلحة فريق مطار 3. مطار 3 يلعب الكرة البينية في وسط الملعب عايز يخلق لنفسه مساحة بالفعل تتلعب لكن ما قدرش يسيطر على كورته. جمال جمال والدفاع مطار 3 مرة تانية هيعمل ايه؟ يعدي ويفوت يا ولد رقم 11 تسديدة ايه؟ لكن الحارس يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام في الزمان والمكان. تسديدة روعة والصد أحلى. مباراة جميلة حلوة عند الدعم الإداري مرة تانية في وسط الملعب يعدي ويفوت بيلعب الكرة هناك عند جمال بيحط واحدة وجول سداسية عدوا يفوت بيلعب الكره هناك عند جمال بيحط واحده وجول سداسيه سداسيه. محدش احسن من حد. سداسيه هنا وسداسيه هنا لقاء روعه الروعه الحقيقه. يا جمال انت ما تفكرش في حاجه. مباراه روعه الروعه الحقيقه ما بين فريق الدعم الاداري ومطار 3 لكن الحقيقه هو فريق يستحق لانه منظم في احداث هذا اللقاء. واحدة والتانية عند الدعم الاداري وتسديدة تخبط وترجع مرة تانية. الدعم الاداري يعدي ويفوت يا ولد يا لعيب. حلوة المهارة حلوة اللياقة. رجع للخلف عند جمال مرة تانية. جمال 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 جمال
مش ممكن. مش جمال 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 الله صباحية. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. جمال جمال لسه هو جاي بنادى عليه من بعيد. لعيب قوي عنده امكانيات ومهارات ويحط هدف روعة الروعة. 7-1 لمصلحة الدعم الإداري أمام مطار 3. المباراة اشتعلت نار طبعا. أطلق هذا الفتيل فريق الدعم الإداري في أحداث هذا اللقاء. الشكر كل الشكر للسادة الزملاء موظفي مصلحة الجمارك المصرية. نشكرهم كل الشكر على التواجد هنا في ملعب نادي الجمارك. الكرة عند رقم 11 مرة ثانية عند الكابتن تامر. تطلع تبقى رقم التماس لمصلحة فريق الدعم الإداري. كابتن خالد في وسط الملعب ولد لعيب تمريرة جيدة يعدي ويفوت لكن تطول وتبقى ضربة ضربة بتلعب على طول عند مطار 3 مرة تانية. حلوة الكورة يا ولد يا لعيب يا 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 عالجمال. حلوة مرة تانية للدعم الإداري. الدعم الإداري خطر 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 لكن الدفاع متواجد مرة تانية. عن رقم 1 لاعب فريق مطار 3 في وسط الملعب بدور على ربع فرصة يحط الكورة تتحط لكن ما ظبطش معاه وتبقى ضربة 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 لمصلحة فريق الدعم الإداري. بتقطع مرة تانية عند مطار 3 رقم 11 هو طبعا أبرز اللاعبين حتى الآن. يحط واحدة هو طبعا ابرز اللاعبين حتى الان. تحط واحده كريم رمضان لكن في الشبكه من بره. هاي حلوه اللمه وحلوه الحطه لكن ما خدمتهوش الكوره وتطلع وتبقى راجل الفرقه لمصلحه الفريق الدعم الاداري. الكره في وسط الملعب. خالد مره ثانيه هيعدي ويفوت يا ولد يا لعيب. حلوه 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 حطها لكن برضه واحده هنا واحده هنا واحده بالشبكه من خارج لكن هناك من الشمال وهنا من اليمين. حلو عند رقم 1 مره ثانيه لاعب فريق مطار 3 بيعدي ويفوت يا ولد يا لعيب. يقف على فرصته يحط الكره العرضيه لكن معهوش حد. الاقصى اليمين الاقصى اليسار تبقى رقم التماس لمصلحه فريق الدعم الاداري. عند الكابتن خالد هيعمل ايه؟ 3-2 واحده والثانيه يعمل الكره البينيه كده تيجي في ايد حارس المرمى. طبعا ما فيهاش اي حاجه يعدي ويفوت يضرب مره ثانيه. حلوه عند رقم 1 كابتن تامر يا ولد يا لعيب. خبره السنين يطلع الكره من منطقه الجزاء تروح لرقم 11 3-2 يا سلام تخبط وتبقى ركله التماس بتلعب سريعه. هي دي هي دي يابا حارس المرمى قفل الزاويه تماما. شافوه شافوه حلوه الكوره. احنا جايين نتفتح جايين نتفتح هنا في نادي الجمارك بالسهره الكرويه الجميله ليله من ليالي رمضان الكريم. عايزين نتمتع بالمتعه والاثاره الكرويه هنا في ملعب نادي الجمارك. المباراه تفتح ما بين فريقين الدعم الاداري وفريق مطار 3 زملاء واشقاء واخوه واحباء هنا في ملحمه كرويه لكن في حب والود وروح التسامح اللي ما بينهم. حلوه حلوه الكلام كابتن احمد ابو بكر يعمل العطيه تطول كده ركله التماس لمصلحه فريق الدعم الاداري. رمي التماس عند رقم 11 لكن في لعيب مصاب وهي على الارض. سلامات ان شاء الله سليمه باذن الله. ان شاء الله سليمه. لا 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 قام الحمد لله. عمر تفضل تخبط الكرة عند رقم 1 يعدي وتسديدة قوية تخبط وتحاول تبقى ركلة تماس. ركلة تماس بس تامر بس تامر عايزة تتلعب على طول البينية يلعب كرة عرضية. يا سلام حلوة الكورة تتلعب طويلة لكن عند حارس المرمى اللي يقدر يسيطر على كورته. ومعاك كابتن تامر على يمينه يلعبها يا ولد يا لعيب لكن فكر ويلعبها على الشمال افضل لكنه كان في قدام منه مساحه. حلو الكوره هتلعب الكوره العرض لكن حارس المرمى جمال اللي اتساب الوظائف الهجوميه بعد الهدفين اللي حرصهم طبعا رجع للمهام المهام لحراسه المرمى. مره ثانيه كابتن احمد ابو بكر يقطع الكوره يرجع للدعم الاداري عند خالد يعدي ويفوت. خالد بوبو ثمانيه. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. خالد بوبو
مش ممكن مش ممكن مش ممكن. مباراة روعة الروعة. 8-1 اللاعب الإداري وفريق مطار 3. مباراة عالمية. مباراة روعة الروعة. عايز يعمل واحدة كده من عبرات القرار لكن تقع عرضة بيبقى تقريبا وتبقى ركلة ضربة لمصلحة فريق مطار 3. طيب انا بقول له عفيفه مره ثانيه للدعم الاداري. حلوه الكوره. عايز يعمل العرضيه تيجي في ايد حارس المرمى كابتننا الكبير كابتن تامر احد العلامات والركائز الهامه في فريق مطار 3. يعمل واحده هناك عند رقم 11 اللي بيلعب البينيه. يا ولد لعيب تكلو تطلع وتبقى ركله ركنيه. واحدة والثانية. حلوة 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 حلوة. وصفرت نهاية اللقاء كابتن عفيفي طبعا عشان ينهي احداث هذا اللقاء ب 8 مقابل هدفين. ومباراه روعه الروعه. وهنا في طبعا الاعتراف من كابتن سامي ولكن بروح الحب والود والمحبه. شكرا شكرا على الحضور الجيد والاستماع وحسن الاستماع. كان معكم محمد الكلام في نقطه التراك الاولى. كوتش الفرصة من ايديك ما تفوتش. الخطة في الدماغ ما تروحش. ركز على الحلم وما تدورش. ركز على الكرة تقلب الكرة تولع الدنيا وسع الزور. الكرة حلمة توعي الفرقة اسمع الترام جدا 100 مليون. ركز على الكرة تقلب الكرة تولع الدنيا وسع الزور. ست جوان اربعة ولا ست اكتر من كده. اربعة والحكم ورقم واحد واحمد ابراهيم واحد واحمد السيد واحد. انت حبيبي شفاط القوام ما استنيتش عليه ليه؟ اصل انا عايز اسافر عشان الفرقه الثانيه ما تحتكش على حاجه. ليه؟ قالوا لي الوقت انت فاضل ثلاث